أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا مع محمد شيع سوداني رئيس الوزراء العراقي، وتقدم الرئيس السيسي بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، كما اهرب كل من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفته الاخويه من الرئيس السيسي معربين عن اطيب الامنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم